أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، إحنا اليوم موجودين في مدينة القدس. هذه الحلقة مقدمة برعاية إكسسوارات كراكيب وحامل المسك للعطور ومطعم الكرم. مرحبا، كيف حالك؟ علي الحمد لله. عرفنا عن نفسك. أمجد حسوني من سكان القدس. سكان القدس البلدة القديمة؟ لا، حي الثوري. طيب بدنا نسألك إحنا هلا سؤالين، إذا أنت بتجاوب عليهم بدنا نربح حالك جائزة. تفضل. طيب أول سؤال، من هو سيف الله المسلول؟ أبو خالد. خالد إيش؟ ما هو اسم أبو جهل؟ عمر. وحافظ أول اسم يعني، بس الأسماء الثانية كمل. عمر عبد عمر الغرور. لا، عمر بن هشام بن هشام بن مغرور مغيرة بن مغيرة. وحش، يلا وربحت معنا جائزة. هاتي. مرحبا، كيف حالك؟ منيح الحمد لله. عارفين على اسمك؟ مي عسيلة. مي ايش؟ عسيلة. اهلا وسهلا، تشرفنا فيك. طيب احنا بدنا نسألك سؤالين، اذا جاوبت عليهم بدنا نربحك جائزة. ماشي؟ ماشي. طيب السؤال الأول، ما هي أكبر دولة في العالم من ناحية المساحة؟ فلسطين طبعا. أحسنت أحسنت، إجابة صحيحة. أكبر دولة، إحنا فلسطين إحنا نعتبر ولا شيء. من ناحية المساحة أكبر دولة في العالم؟ آسيا. بالعالم أكبر بالعالم. استنى شوي حاج، تعال إذا في عندك أجوبة تعال تعال، قرب قرب نشوفك. تعال قرب قرب قرب. بربح أول إشي. قرب أنت، تعال أنت شاطر. شو بربح أول إشي؟ في جوائز من ربحها. خلص طبيعي. طيب ما إيش حكينا هلا إحنا؟ أكبر دولة بالعالم. أكبر دولة في العالم من ناحية إيش؟ المساحة. من ناحية المساحة. ألا وهي؟ روسيا. ممتاز. روسيا صحيح. طيب هلا سؤال تاني. كم حرف تتكون اللغة الإنجليزية؟ أظن 24. لا 22. 22. ليش عدين بتنقصوا؟ 25. بتنقصوا ازدواجي قاعدين. هاي أنا بغششكم. ها شو بغششكم؟ بتنقصوا ازدواجي قاعدين. 20. لا أول إشي شو حكيتين؟ 24. طيب حلو، ضيف عليهم 26. طيب ممتاز، هي هيك تمام. نسألكم كمان سؤال. يلا بما انكم انتم الاثنين مع بعض مشتركين. الكاميرا الخفية. لا يا زلمة، ليش الكاميرا الخفية؟ عملوها فيها الكاميرا الخفية على ايش يعني؟ والله ما انا عارف. عايش من جائزة يعني؟ ما انت ما قلت شو هي جائزة، ما عرفتش حالك. ما عرفتش حالي؟ طب ما قلتش. طب انا عرفتها حالي، بس انا بعرفك على حالي كم مرة. انا حمود الصيون. نعم، الأصل من القدس، ساكن في تل أبيب. أهلا وسهلا. وطبعا هاي الحلقة رح تطلع على قناتي على اليوتيوب. طيب هلا احنا بدنا نسألك انت سؤال. ماشي، وين نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بغار حراء. بغار حراء، ممتاز. طيب من هو سيف الله المسلول؟ خالد ابن الوليد. خالد؟ خالد ابن الوليد. متأكد؟ متأكد. سيف الله المسلول بزن بلال. لا، مؤذن الرسول خالد ابن الوليد. ممتاز، ربحتوا معنا جائزة. يلا يلا ربحتوا معنا جائزة، ربحتوا معنا جائزة من حامل المسك اللي هو حازم أبو ميالة. بتعرفوا وين محله؟ مساكد أنينة ريحة. على كيف كيفك؟ أهلا وسهلا حبيب قلبي، تشرفنا. وعليكم السلام. أوكي، مرحبا. هلا، عارفين عن حالك؟ أنا هيا. من وين هيا؟ بيت لحم. أهلا وسهلا، تشرفنا فيك. طيب إحنا بدنا نسألك سؤالين، بتجاوب عليهم من ربحك. أوكي. طيب السؤال الأول، وين نزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ في غار حراء. ممتاز، إجابة صحيحة. طيب ليش مستصعبة؟ طيب نسألك كمان سؤال، إيش اسم المرضعة التي أرضعت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حليمة السعدية. ممتاز، هيك فزتي معنا بجائزة. إيشي؟ ايش فزت؟ ايش وقفت هاد عشان نربحها الجائزه، وربحت معنا بجائزه عطر من عند حامل المسك. بعرف ايش هلا بيحصل.
ألف مبروك. يبارك. عرفنا عن حالك. أنا أمسي فايز محمد عطا الزير الشهيد محمد جمجوم فؤاد هزاز وعطا الزير. ما شاء الله ما شاء الله. هذا يعني اسمك زي الأسماء هدول تسلسلية زي تعون الصحابة. نعم. طيب يلا بما أنك أنت منيح بالأسئلة الدينية هات نسألك أسئلة. نعم. دينية. أول سؤال. نعم. سؤال سهل جدا. نعم. إيش اسم المرضعة تبعت النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أولاد الربيع محمد. المرضعة المرضعة تبعته. المرضعة تبعته؟ عائشة؟ لا حليمة. ليش تغشش يا زلمة؟ حليمة ايش؟ حليمة. طيب حليمة، طيب هاي جبت حليمة سعدية. كيف حالك؟ سلامات. عرفنا عن حالك. الله يخليك يا رب. لا ليش خلص خليك بدنا نربحك يا زلمة. ليش مستعجل؟ عرفنا. محمد كشور. بالقدس انت؟ اي نعم. طيب ممتاز خليك معنا. بدي اسألك هلا كمان سؤال. نعم. هات نسألك سؤال نشوف كيف وضعك الديني. طيب. من هو النبي الذي قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين كما ورد في القرآن الكريم؟ أنا بعطيك خيارات: سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا يعقوب عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا يعقوب، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح عليه السلام. سيدنا مين؟ نوح عليه السلام. قال له اركب معنا وين؟ وين اركب؟ على الأنبياء. لا على ايش اركب؟ بدهم يركب على ايش؟ ايش بده يركب؟ سيارة. تركب بالسيارة. شايف المكشاف ده؟ شايف اركب. ايه ده؟ اركب المكشاف. حركب بس حضرتك، يعني لو بالنسبة للخوزة لو لجنة قابلتني ولا حاجة ماشي هيعمل لي مشاكل ولا اي حاجة. بالقارب. طب ليش تركب بالقارب كان؟ ما فيش كان قارب. ليش؟ لانه ربنا عمل فيضان. نعم. طيب نربحك معنا جائزة. تربحت معنا جائزة من مطعم الكرم. مرحبا، شو الأخبار؟ الحمد لله رب. عرفنا عن حالك. إبراهيم جبر. على الكاميرا هيك عشان تشوفك. إبراهيم جبر. أيوه. طيب إحنا بدنا نسألك أسئلة، إذا جبت عليهم بدنا نربحك جائزة. تفضل. بس بدنا نربحك هاي المرة من عند مطعم الكرم. حياك الله. طيب هلا السؤال الأول. كم كان عمر الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي؟ 40 على ما أعتقد. 40. أنتوا قاعدين بتغششوا؟ لا ما سمعت. 40. يلا نسألك كمان سؤال. إحنا موجودين في أي مجرة؟ درب التبانة. ممتاز، حلو كتير. وكيف شكل المجرة هاي؟ كيف بدي أحكي لك؟ ماشي كذا حلزوني. طيب كم كوكب في موجودين في مجرة درب التبانة؟ 12. تقدر تسمي لي اياهم؟ مش بالضبط. انت داخل كثير يعني. ليش منيح احنا داخلين بالفلك هلا. اسم مرضعة النبي وانت دخلت لي. طيب خلص مش لك في الاسماء الدينية. خلينا مكملين. طيب هات نسألك اسئلة دينية. ايش بنقول؟ بسم الله. ايش؟ لا خذ كمل، ما انا بقص بلوتو مش مشتري يعني. والمشتري والهدول. حلو منيح. طيب اسمع، بدي اسالك سؤال. من هو النبي الذي كاد به اخوته ماشي ورموه في البئر وهو صغير؟ يوسف. متاكد من اجابتك ولا تستعين بصديق؟ يوسف. اجابه صحيحه. طيب من هم الاسباط؟ خيارات. قرب. الأسباط. خيارات. أنا بعطيك خيارات: أخوة سيدنا يوسف عليه السلام، أبناء سيدنا يوسف عليه السلام، أبناء عمومة سيدنا يوسف عليه السلام. أخوة سيدنا يوسف، أبناء سيدنا يوسف. صعب. بعرفش. الأسباط. بعرفش شو الأسباط أصلا. شو يا جماعة الخير؟ هاي تذكر في القرآن بس مش عارف شو هو بالضبط. أخوة سيدنا يوسف. أخوة سيدنا يوسف. يلا كمان سؤال. من هو صفي الله؟ خيارات: سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام. صفي الله معنى مصطفى يعني؟ لا، صفي الله. كمان مرة الخيارات.
سيدنا نوح عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا موسى عليه السلام. أعتقد سيدنا نوح. لا. آدم. سيدنا آدم. ومن ربحك معنا جائزة من مطعم الكرم، وألف مبروك. هات الجائزة. هذا لازم جائزة. إيش؟ هاي احلى جائزه من مطعم الكرم، وجبه لك. شو جائزتي؟ شو في؟ بتعرفي ابو نجيب بقول لك ليش البعز قتج راسي؟